ياسمين عز بتقول لك الخميس عايز له سهرة. جيب من الآخر يا حبيبي. يعني غنوة وضحكة وكلمتين. الحلو منين؟ معانا ضيوف جداد خالص. ماريتا على طول في موسيقى بالبيت. وميريهان. بصي أنا مش هادية وكتكوتك. فيشاوي. كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. ما يعجب. ومحمد عبد الرحمن. يعني مثلا لو جعانين عايزين الرز. الصحاب قرص مش بتيفور وقرص. الصحاب قرص مش بتيفور وقرص خالص. في ليلة الخميس 11 مساء على NBC مصر.